يتساءل الكل عن مكاسب ومخاسر سوق السيارات من الاستيراد والتصنيع، فعندما نرى الأرقام في 2013 بلغ استيراد السيارات ذروته بنحو 650 ألف مركبة بفاتورة بلغت 6.4 مليار دولار. ومن عام 2009 إلى عام 2013 أنفق ما يقارب 20 مليار دولار. تكبدت الدولة إثرها خسائر فادحة تم فيها تهريب أموال ضخمة نحو البنوك الخارجية عبر الاتفاق بين المستوردين المحليين والمصنعين الأجانب. وعندما جاء التصنيع خسرت الجزائر قرابة 10 ملايير دولار، لا ضرائب ولا نسبة إدماج ولا تكوين يد عاملة مؤهلة. الشركات كل اللي كانت دايرة ورشات تركيب سيارات كانت تنشط حوالي 2500 من عامل. ومن جانب الآخر لما كان الاستيراد برك عند متعامل واحد كنا نصيبه 1700 خدام منصب شغل. تصنيع السيارات حاليا لا ينفع، وعودة الاستيراد هو الحل الأمثل لإيقاف الأزمة حسب المتابعين للشأن الاقتصادي. ما عندناش لو سافوار فير، ما عندناش لا ميتريز تكنيك، ما عندناش تكنولوجيا، ما عندناش امكانيات باش الجزائر اليوم تقول لك نصنع سياره. الحل اليوم لازم نحلوا الاستيراد، لازم نحلوا الاستيراد. شاك فيكول اوتيليتاري يدخل للجزائر يواسي 5 مناصب شغل. اولا تشغيل، ثانيا هذاك الفيكول الوكيل يخلص عليه لي تاكس، الخزينة العمومية تستفيد. سوق راكدة، نقاط بيع غزتها العناكب، لا معارض منذ أزيد من 3 سنوات، ومن أوجنجن فقد أكثر من 20% من عائداته نتيجة توقف الاستيراد، ومواطن انضمت السيارة إلى قائمة أحلامه. هذا هو الحال اليوم منذ ما يقارب 5 سنوات.